أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. إذن أحبتي الصغار لدينا حصة جديدة، إذن اليوم لدينا نشيد أقرأ وأنشد. جميل، إذن عنوان النشيد هو إياد الصغير. إياد الصغير، أحسنتم أحبتي الصغار. اذا قبل ما نبداو الحصه ديالنا احبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناه، فعلوا زر الجرس، خليو لي يجي من هذا الفيديو. هذا كان عندكم شي اقتراح او شي تساؤل فخليو لي في بلاصه التعليق، فانا احبتي الصغار اكيد كنقرا جميع التعاليق ديالكم. اذا احبتي الصغار على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا عندنا كما قلنا اقرا وانشد. اياد الصغير، اسرتي، امي وابي واخي إياد الصغير، ما أجمل مشيته حين يمشي فوق الحصير، وإذا ما بكى نجري حوله نلتف ندور، كم شكى وبكى ولغى ما أحلاه حين يصور، في ضحكته رقة فيها فرح وسرور. إذا نعود قراءة النص، إذا فهو نص جميل جدا. أسرتي، أمي وأبي وأخي إياد الصغير، ما أجمل مشيته حين يمشي فوق الحصير، وإذا ما بكى نجري حوله نلتف وندور، كم شكى وبكى ولغى ما أحلاه حين يثور، في ضحكته رقة فيها فرح وسرور. إذا عودة قراءة ثالثة. إياد الصغير، أسرتي، أمي وأبي وأخي إياد الصغير، ما أجمل مشيته حين يمشي فوق الحصير، وإذا ما بكى نجري حوله نلتف ندور، كم شكى وبكى ولغى ما أحلاه حين يثور، في ضحكته رقة فيها فرح وسرور. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا نعد المعجم المساعد الحصير. إذا الحصير هو البساط، هي الحصيرة بالدارجة المغربية. الحصير هو البساط، حيث ما يمكنناش نخليو طفل صغير جدا يلعب مثلا فوق الأريكة أو الستاري حيث غيطيح، هادشي علاش كنخليو يلعب فوق الحصير، يعني فوق البساط، يكون منبسط فوق الأرض. إذا هو الحصير هو بساط ونمشي ونجلس عليه. هنا عندنا يثور، إذا يثور ما أحلاه حين يثور، بمعنى حين يهيج أو يغضب، مثلا حين يهيج أو يغضب. نلتف حوله، إذا هنا عندنا نلتف حوله بمعنى نجتمع حوله، نلتف حوله بمعنى نجتمع حوله. رقة، إذا هي هنا عندنا في ضحكته رقة، رقة أي لطف، أي في ضحكته لطف جميل. إذا أحسنتم، إذا أحسنتم أحبتي الصغار. إذا جميل، إذا عندنا نشوفوا أسئلة أقرأ وأفهم. إذا عندنا كما ترون أقرأ وأفهم. إذا أجيب، متى تلتف الأسرة حول إياد؟ أعيد، متى تلتف الأسرة حول إياد؟ هادشي علاش ضروري أنكم خصكم قبل ما تمشيو
المدرسة، وقبل ما تكون عندكم هذه الحصة هذه قراو هذا النص جيدا باش تفهموا، حيت الا قريتوه مزيان اولا غادي يجيكم سهل في القراءة وفي الانشاد، ثانيا غتجاوبوا بسهولة داخل القسم على هذه الاسئلة. اذا السؤال هو متى تلتف الأسرة حول إياد؟ إذا الجواب هو عندنا في النص. إذا نرجعوا للنص عندنا، وإذا ما بكى نجري حوله نلتف ندور. إذا هنا الجواب وإذا ما بكى نجري حوله نلتف ندور. إذا تلتف الأسرة حول إياد إذا بكى. إذا بكى إذا كتجتمع حول منه ملي كيبكي. إذا تلتف الأسرة حول إياد إذا بكى. إذا نكتبوها، نتوما خصكم تكتبوها في الدفاتر ديالكم، أنا نكتب هنا في المقرر وانتوما خصكم تكتبو في الدفاتر. إذا تلتف الأسرة حول إياد ونكتبو إذا ما بكى. إذا ما بكى وكنديرو نقطة. إذا غنكتبو تلتف، غنحيدو متى، غنكتبو تلتف الأسرة حول إياد إذا ما بكى. أعيد، تلتف الأسرة حول إياد إذا ما بكى. أحسنتم. إذا عندنا السؤال الموالي، السؤال يقول أحيط، إذا أحيط ما يقوم به إياد، واش يبكي يلعب يضحك او يمشي. اذا في هذا النص هذا شنو كيدير؟ واش كيبكي ولا كيلعب ولا كيضحك او لا كيمشي؟ اذا هنا عندنا يبكي، في النص يبكي. اذا وكذلك ايضا يضحك، هنا عندنا يبكي ويضحك. علاش؟ حيت عندنا في السطر الثالث وإذا ما بكى نجري حوله نلتف ندور، وعندنا في السطر الأخير في ضحكته رقة. إذا هنا كذلك أيضا يضحك. إذا غنكتبو، غادي نديرو خط حول، إذا حول يبكي بهذا الشكل هذا، وغنديرو كذلك أيضا يضحك. إذا أحسنتم، إذا يبكي ويضحك. إذا السؤال الموالي هو أقلد إياد وهو يلغو. إذا غادي ديروا دوك الحركات اللي كيدير الطفل الصغير اللي ملي كيبكي هكا وملي كيغضب، فهمتوا؟ إذا جميل، إذا غتقلدوا إياد. السؤال الموالي، ما الذي أعجبك في إياد الصغير؟ ما الذي أعجبك في إياد الصغير؟ إذا أنا أعجبتني رقة ضحكته، رقة ضحكته، غنكتب رقة، إذا رقة ضحكته، وكنديرو النقطة. إذا رقة ضحكته هي التي أعجبتني في إياد الصغير. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، بهكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. إذا نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجيئة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.